يلا سو كاو سو شاي يلا قوم انقلع تمشي خلينا انت يلا يلا هاي انت زيب قوة انت زيب تمر يلا سرعة سرعة عبد الله شكلها تبي تصير ما حركة مصارعة هنا بس استلح استلح لا وصيك بث تعال تعال ابو هنود تعال انا ابو هنودة يا ولد الحارة لا في غنايم ولا في شيء يا أخي بيني وبينك الحارة سمعتها زفت يا رجال أنا يجي هنا أمه ما تبيع داعي عليه أصلا لها يومين ما حد طب الحارة عايزين زرفتك أنت بس إيه استلم بس استلم روح أغرف طيس مرت علي يومين كأنها مرت علي سنتين لا غنيمة ولا مقابل مقابل وجه فجر أنا يا رجاك التبن وشغل ما فوال شيء خليه 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 والله جاء تعال تعال انزل طاقه قدام سياره ايش بك حارف مين حارف حارف من الزراديه ليه داخل صناعيه هنا ايه قدم الاتجاه نحو اليمين تبي انت نحو اليمين الحرامي نحو اليمين الموت الراح العب ولا ترين ايه عطنا وجه مو بس تبع مع جوال يا شيخ جوال يبرك منك انقلع انقلع بس فارق طيب انا انقلع ايه شيخ روح ها تبي جوالك الله يرحم امك ما تسويها الا جوال الا جوال يرحم امك وانت اللي خاف ثاني خلنا طيبين وهذا روح الحق هاجر ان انا وصلك وانا قلبي ما تحملتك لو ثانيه ودمع عيني وقف بالنزيف حط رجلك يا بوي الزبنة بس واحد منكم يجيب لي مويه والثاني شاهي يلا سريع سريع يلا يلا هذه نشفة كل شوية ارش ورتب ارش ورتب ليش بقى؟ في تطبيق بالجوال نجيب عامل يخليه يجلد خال جلد ها؟ لكن الوضع قطع 10/10 ابشر ابي يحمل لا وصيك يس احنا الاسود اللي تسود احنا العالم شو تاريخ انا بقول لكم يا عيالي حياة أول جوع وخوف وفقر وحياة الآن اللهم لك الحمد بظل حكومتنا الرشيدة أمن وأمان وغنى الحمد لله السلام عليكم هلا بولدي هلا اشتري حنا أبغاك بموضوع دقيقة وأنا أبوك شو الصاين أبو هذي يسلمني من الدولة من الدولة وهذي من السجون شو مسوي أبو وهذي من المخدرات والله ما أبوك ماني خبري شيء لكن بني مرة ما أشوف إن شاء الله دقيقة خلينا نشوف أتأكد يبا يبا هاي الحمد لله هذه من معارض الجنادرية يبغونك تسوي الحمد لله الله يعز دولتنا شاء لكن يبا لو واحد من غيرك كان خاف انت ليه ما خفت وانا ابوه دولتنا دولتك ولي ما سووا شيء لا يخاف من شيء هذي بيتين حطوها ببالكم للملك بقلوبنا حب كبير وبعناقنا بيعه وبنفسنا ولا والولي العهد سيدنا الامير حب وافي داخل الروح اعتلى صح لسانك يبا